هنروح للسباحه. السباحه في النادي الاهلي كان في بطوله الحقيقه من 12 ل 14 نوفمبر، بطوله الاساتذه للسباحه، اشترك فيها 18 نادي، اتعملت في هليوبوليس الشروق. الحقيقه الاساتذه دول بيكونوا لعيبه اعمار سنيه كبيره شويه. انا نفسي بس تروحوا النادي الاهلي بدري الساعه 6 الصبح و7 الصبح، هتلاقوا دنيا تانية خالص وناس بتتمرن ولعيبه اعمار سنيه. ودي كانت رساله البرنامج من يعني من البدايه، ان الرياضه ما تبقاش بس متابعه اخبارها، الرياضه مش مرتبطه باي سن. الحقيقه كان عندنا طبعا السباح محفوظ جرجس جبريال، خد احسن سباح في المرحله العمريه 85 و89 سنه، ما شاء الله حاجه يعني، ربنا يدي لك الصحه يا كابتن، ونتمنى كل مصر تبقى كده. وكمان السباح منتصر عوض بجائزه احسن سباح في مرحله 65 و69. هي دي الرياضه، والرياضه اتعملت عشان كده، وما شاء الله ربنا يديهم الصحه. ورحنا بكاميرا الابطال عملنا تغطيه خاصه، مش تقرير، ده تغطيه خاصه للبطوله دي، ايمانا منا بدور الرياضه حتى في السن الكبير. نشوف التغطيه دي وارجع لحضراتكم تاني. أنا الحقيقة بدأت السباحة في فريق النادي الأهلي للناشئين، وكنت بطل القطر المصري اعتبارا من سنة 1947، كان عندي 10 سنين. خدت البطولات في الناشئين للنهاية، ثم إلى عمومي الرجال، كنت الثاني في سباحة ال 200 متر فراشة وراء المرحوم مختار هلودة، ثم بقيت الأول. وخلال هذه المرحلة سافرت بطولتين عالميتين، بطولة الجامعات العالمية سنة 1955 في إسبانيا وخدت المركز التاسع، وبطولة العالم العسكرية في ألمانيا وخدت المركز الرابع في التتابع والسابع في 200 متر فراشة. عشان نستعد بيبقى التزامات خلال العام كله، بيبقى فيه بطولات دولية وبطولات محلية. فريق الصيد يمكن لنا ضمن فريقه هو حامل اللقب، واخد حصوله على كأس مصر وبطولة الجمهورية، وإن شاء الله لو حصل نصيب بكرة وتم تتويجه هيبقى للعام الثاني على التوالي. الموضوع رغم من سننا من بعد 30 سنة لحد 40 و50 وهكذا، بنحافظ على عنصر التغذية، مفيش تدخين، ما بنقعدش في أماكن مدخنين عشان ما يبقاش تدخين سلبي، ممارسة الرياضة. والله هي بتمثل الأمل، إن إحنا خلاص 66 سنة، هي دي الامل، ان احنا بندي للناس انها ممكن تمارس الرياضه لغايه اخر وقت ممكن، لان السباحه بالذات ممكن تمارسها، وفي ناس عندنا بس مش في النادي يعني فوق ال 91 سنه، انما عندنا في النادي في 87 سنه كابتن محفوظ وكابتن محمود محمد احمد. انا متخصص في الباك والفراشه والحره، وباخد مركز اول وباخد احسن مركز، احسن سباح في مرحلتي، سواء بقى من 50 55 60 لغايه 55 65 69 احسن سباح في المرحله بتاعتي. انا بمثل الاهلي في الماستر بقالي بالظبط 20 سنه من اول ما الماسترز اتعمل، الحمد لله، ودي حاجة رجعتنا ان احنا نمثل نادينا اللي احنا بنفتخر بيه، ونقدر ان احنا نعمل له اي حاجة، حتى لو احنا عندنا 100 سنة هنيجي نمثل نادينا اللي هو النادي الاهلي. والله هي دي البطولة اتعملت علشان جميع الناس اللي بطلت ترجع تعوم تاني، ويستفيدوا اولا صحيا، ثانيا يحس ان هم لسه بيعملوا حاجة للنادي بدل ما هم بيقعدوا في البيت أو يتفرجوا. طبعا إنما دي حاجة مفيدة أنا شخصيا سعيدة إن أنا بمثل النادي الأهلي لحد النهاردة. بطولة الماسترز يعني من أجمل البطولات الواحد بينزلها بعد فترة طويلة، طبعا من البطولات اللي كنا بننزل فيها وإحنا صغيرين وبتنافس على المستوى الأولمبي والدولي. دلوقتي احنا بنشوف ناس ما شاء الله عليهم يعني قدوه، ناس انهم 80 سنه وبتعوم، وناس انهم اكبر مننا وبتعوم، فبالتالي ده هي مش بتديك ان هم دي ناس قدوه في ان هي في الاستمراريه، بس قدوه كمان في الرياضه
وفي الالتزام في كل شيء يعني. انا بطوله الماسترز اول ما اتعملت في مصر انا كنت كابتن النادي الاهلي، كنت انا واختي عزه نسيم وناني الدمرداش ونازج، كنا احنا دايما بناخد دايما الكاس. جت فتره كده وقفوا البطوله، وجيت سالت تاني الاهلي هترجع البطوله، قال لك حاليا ما فيش. وبعدين لما رجعت انا كنت بقى مشغوله مع الشركه، ما كنتش اقدر فاضيه يعني. لا طبعا انك ترجع تعوم تاني دي حاجه جميله وما تصدقهاش، يعني انك ترجع بطل تاني. فالحمد لله ادي اول ميداليه فضه، وخدنا امبارح البرونز بردك في التتابع، والنهارده عندي في التتابع 50 باك و50 باك فردي. الماستر ده تقريبا كل الناس يعني بطلت، فهو كان الفكرة ان هو نجمع السباحين القدامى وتجميعة طيبة للتشجيع للرياضة، وان هو يجمع الابطال دول تاني. فكان دعم من الكابتن وائل عزت والنائب كابتن محمد فاضل، بصراحة كان ليهم دور كبير قوي وتشجيع كبير، وحتى وجود يعني انت بتهيألي كنت موجود شايف الكابتن وائل موجود بنفسه في وسط اللاعبين، ناس قدامى ناس ابطال، يعني دول ابطال جيلهم وابطال سنهم، في عندنا من اول 80 سنة لغاية 25 سنة. بطولة الماسترز ديت من البطولات الممتعة جدا اللي بتقرب الناس كلها من بعضها، وبترجع الاجيال القديمة اللي كانت ابطال وبعدوا شوية عن الرياضة، بترجعهم تاني وبتقرب الناس من بعضها. احنا الاستعجال بتاعها طبعا بيبقى من فترة طويلة، ان احنا بنرجع تاني للدفاتر القديمة وبنطلع نشوف السباحين ابطال مصر وابطال افريقيا وابطال العرب ابطال النادي عشان يرجعوا تاني لممارسة اللعبة اللي هم بيحبوها على مستوى تنافسي محترم. احنا الحمد لله قدرنا نجمع عدد كبير، طبعا مش كل الناس، بس جمعنا معظم الناس المميزه في داخل النادي. ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يكرمنا ونقدر ان احنا نكسب الدرع بتاع بطوله الماستر السنه. ما شاء الله حاجه بصراحه تسعد، واحنا كنا عارفين قيمه هذا الحدث. ويمكن عايزه بس اوضح لكم حاجه، النادي الاهلي شارك ب 85 لاعب ولاعيبه. الحقيقه احنا بنقف اجلالا وتقديرا للعيبه يعني اللي بنتعلم منهم الاصرار والعزيمه.